السلام عليكم. بهذا الدرس إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، هو عمل الباجينيشن مع الـ API بفلتر. فعندنا API، الـ API بينو باجينيشن، يعني عبارة عن عدة صفحات ممكن نقول، أو ممكن نعملها نعتبر أنه قراءة المزيد. فأكيد أنا عندي الـ API يظهر لي مثلا عندي ألف برودكت أو مثلا ألف بوست أو أيا كان، فأنا ما أقدر أحمله مباشرة كله بالميموري مال الهاتف وأعرضه الألف وحدة فقط. في هاي الحالة راح ندمر التطبيق، راح الـ performance يقل، الذاكرة تكون ممتلئة فيصير بطء، يصير كثير مشاكل، وأصلا أحيانا مو ممكن يعني إذا كان كثيرة جدا البيانات. فالحل إنه نعمل pagination. pagination فكرته هي تكون من جهة الباك إند، طبعا أكو فرونت إند لكن هي من جهة الباك إند تكون. فمكان ما يجيب لك الألف برودكت مباشرة من قاعدة البيانات، لا، هو يجيب لك هي على شكل مثلا 10 10 20 20 إلى آخره حسب الـ API. فحاليا عملناها بفلتر بهاي الطريقة. راح تشوف مثلا وصلنا هنا، بعدها راح نعمل لودينج ونعرض البقية إلى آخره. فبهاي الحالة ما راح يتعب التطبيق، فشوية شوية راح تنعرض. طبعا راح نبدأ نعملها عن طريق البلوك باترن. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، انك كيف تقدر تعمل هاي الطريقة بالبلوك باترن. تحتاج اكيد عشرات التطبيقات اللي راح تعملها بالمستقبل ان شاء الله. ففقط ركز معي. اولا عملنا مشروع جديد، فحاليا كملنا هذه. نجي حاليا نبدأ نشتغل بالبلوك. فنجي هنا، اول شيء بالبلوك ايش نحتاج؟ طبعا نحتاج الريبوزيتوري اللي نتعامل مع قاعدة البيانات، فراح نسميها مثلا هذه، راح تكون ريبوزيتوري. نعمل ايضا شغلات البلوك، ممكن نخليها داخل دايركتوري هنا نسمينه بلوك ونرتب داخله. فنحتاج بالبلوك ايش نحتاج؟ نحتاج الايفنت، نحتاج البلوك نفسه، فنقول له بلوك. طبعا الافضل انك تقول له مثلا بوست بلوك، بوست ايفنت، بوست ستيت، لكن فقط بسرعانه عملته بهاي الطريقه. حاليا كملنا البلوك. فالاي بي اي اللي نتعامل معاه هو هذا مثل ما تشاهد. طبعا بينو بيج، ممكن نغير البيج مثلا نعمل البيج الثاني، راح يجيب لنا معلومات من البيج الثاني الى اخره. فهذه فكره الاي بي اي اللي عندنا، راح يجيب لنا بيانات. فنبدا حاليا بالريبوزيتوري. بالبدايه طبعا الريبوزيتوري انا احتاج اتعامل مع الاتش تي تي بي باكج، احتاج اجيب شيء من الاي بي اي يجيب البيانات. فلذلك راح اروح على التيرمينال. افضل طريقه لتثبيت الاتش تي تي بي باكج او اي باكج تريده، فقط اكتب فلتر بوب add and the package name، اسم الباكج مثلا http. راح يجيب لك، هو ما يحتاج تروح على البوب سبيك دوت يمل وتخليه، ما يحتاج، فقط هنا. وبعدين تقول له pub عفوا flutter pub get حتى تثبت عندك ينزل. انتهى الامر، حاليا جبنا الباكج. فانا ممكن اقول له اسمينه مثلا post repo مثلا ريبوزيتوري. هذا بينو فانكشن واحدة فقط اللي هي اسميها fetch posts مثلا، وايش بتغير اسميها طبعا. بعدين احتاج اليو ار ال، فاقول له مثلا var او final يو ار ال يساوي، طبعا حوله الى يو ار اي دوت بارس. طبعا هنا عندنا البيج اثنين، اكيد البيج راح تتغير ما اثنين، فاذا انا اخليها متغير اسميها page فقط، وهنا راح اخليها integer page حتى بعدين استدعيها، ما عندي اي مشكله. حاليا اجي اقول له مثلا var response يساوي، استخدم ال http package.get واخلي بيها ال url، ما عندنا اي مشكله هنا. بعدها اشوف، طبعا هذه المفروض await future، بعدين اتاكد هنا، طبعا هنا ما دام اويت، فاذا هذا السينك السينكرونس بروجرامينج اللي عندنا فيوتشر داتا. بعدين اقول له اف ريسبونس دوت ستاتس كود ايكوال ايكوال 200، اذا كان 200 فاذا يعني معناته اوكي، رجع لنا البيانات. فاذا حول لنا الى جيسون، فنقول له هنا var json ايكوال json decode، ونستخدم الدارت كونفرت. وايش نريد نحول؟ نريد نحول response.body. انتهى الامر. response.body اللي هو هذا اللي رجع لنا من الـ API كله هذه البيانات. فاذا حولناها هنا، بعدها فقط نقول له return json. انتهى الامر. finish. فقط هنا ممكن اقول له هاي حول لها as list حتى تكون كليست، نستخدمها كليست.
فانتهى الامر. حاليا نجي على الايفنت مثلا، الايفنت اللي هو حدث، فمثلا ايش عندنا احداث؟ انت لازم تشوف التطبيق مالك ايش بينه احداث. هنا حاليا احنا ايش عندنا؟ عندنا حدثين فقط. الحدث الاول هو اول ما نفتح التطبيق الداتا كلها بوست تنزل كلها بالتطبيق، فهذا الحدث الاول. الحدث الثاني هو لما نعمل يوزر يعمل سكرول فلود مور، فراح يعمل لنا لود مور، فهذا ايضا حدث. فممكن نسميه اي شيء. فبالبدايه نعمل ابستراكت كلاس حتى يكون هو الاب ونورث منه، حتى بعدين نقدر نقول له مثلا يعني بعدين بالبلوك باترن نحتاج نخلي مثلا الايفنت اللي هو الاب، فالايفنت مال اللي هو الاب مال كل الايفنتس اللي عندنا، حتى لو عندنا 100 ايفنت مثلا. فلذلك دائما نخلي ابستراكت كلاس بالبدايه. راح تشوف شلون كلاس نسميه مثلا بوست ايفنت، انتهى الامر، فقط مجرد كلاس حتى نورث منه. بعدين نعمل كلاس ثاني اي اسم نسمينه، بس ما دام هو فيتش بوست راح اسمينه فيتش بوست ايفنت. ممكن تسمينه اي شيء تريد، هذا اكستند من البوست ايفنت. فحاليا عندنا فقط هذا الايفنت الاول، نسمينه ايش ما تريد ونعمل له اكستند من هذا الابستراكت كلاس. ليش؟ حتى يكون هذا الاب مال كله، فنستخدم هذا فقط دائما كاب. بعدين عندنا واحد ثاني نسمينه مثلا لود مور ايفنت، ايضا اكستند من البوست ايفنت. فانتهى الامر، عندنا حاليا فقط اثنين ايفنتس. نجي بعدين على ستيت. ستيت ايش عندنا؟ اول شيء هنعمل ابستراكت كلاس اسمينه بوست ستيت، هلا ابستراكت. طبعا هذا نحتاج بينه شيء، ليش؟ لان الستيت ايش هي؟ هو بالبلوك يشتغل بهاي الطريقه، عندك حدث معين مثلا مستخدم داز زر، هذا حدث، او مثلا فيتش بيانات هذا حدث، او مثلا لود مور هذا حدث. الحدث من يحدث اللي هو فقط مجرد كلاس، الحدث من يحدث لازم يعمل لنا ايمت، يعني بث ستيت، يرجع لنا ستيت معينه. فالستيت اللي اشني مثلا لما نعمل لود مور ايش نريد؟ نريد البوست تظهر لنا، فاذا الستيت هي البوست. لما نعمل فيتش مثلا ايش الستيت؟ هي ايضا البوست تظهر. فلذلك نحتاج نعمل البوست هنا، فنخلي هنا فاينل نسميها بوست، مجرد متغير حاليا بعدين راح نستخدمه. طبعا ما دام عملنا هنا نحتاج نخلينه بالكونستراكتر. بعدين الستيت ايش نحتاج؟ اول شيء دائما انت بالبلوك باترن تحتاج انيشال ستيت لازم، فاذا نخلي نسمينه. ايضا عندنا اللودينج، فاول ما نعمل الفيتش الحدث يظهر هو الفيتش بوست، يجيب لنا البوست. بالبدايه راح شوي ياخذ وقت لانه هو فيوتشر، لانه هو بالانترنت، فنريد نعمل لودينج. فلذلك نعمل لودينج ايضا، فهنا نقول له كلاس ايضا ما نحتاج نخلي بينه بوست او اي شيء، هو اوتوماتيكلي راح يكون بينه. لكن احنا ما نحتاج. وين نحتاج احنا؟ نحتاج هنا كلاس سمينه بوست مثلا لودد او اسمينه سكسيس. فهنا ما بس فقط اقول له سوبر، لا راح اقول له هنا بهاي الطريقه هو السوبر اي تمام، لكن انا ايضا احتاج هنا ف يرث من السوبر، فالسوبر راح تبقى نفسها. هنا راح اخلي بوست، راح اخليها ريكوايرد بوست، تمام. سو هنا هذه حاليا عندي بوست، ليش؟ لان هذه سكسيس، هي رجعت البوست، فلذلك لازم اعمل استدعاء للبوست من الريبوزيتوري هنا، واللي هي اوريدي حترجع لنا البوست كله على شكل جيسون، فلازم ارجعها كلها واخليها هنا اعرضها هنا، فلذلك احتاجها بالستيت. فحاليا كملنا الستيت. طبعا ممكن تعمل ستيت الايرور للشغلات الثانيه حاليا ما مهم، لكن فقط هاي الستيت المهمه. نجي على البلوك اللي هو اهم شيء يعني. فاول شيء طبعا اول شيء بالبلوك نحتاج نستخدم الفلتر بلوك اللي هي باكيج، فلازم انزله هنا، فاقول له فلتر بوب اد فلتر بلوك، اسمه فلتر بلوك، ممكن تجيبها وتخليها pubspec.yaml من الموقع، او فقط تكتبها بهاي الطريقه وبعدين تقول له فلتر بوب جيت فقط. فحاليا ثبتت عندي. فنجي هنا راح اعمل كلاس اسمينه بوست بلوك، هذا المفروض اكستند من البلوك. فتشوف استدعى الفلتر بلوك هنا. البلوك لازم يقل لي يشوف الايفنت والستيت، لذلك انا قلت لك انه لازم اخلي بارنت هنا، البارنت الاب مال الكل هو للستيت، واخلي بارنت هنا للستيت وللايفنت. ليش؟ لان هنا يريد ستيت وايفنت، فايش راح اقول له انا؟ انا عندي اكثر من ستيت واكثر من ايفنت، فلذلك لازم تقول الاب. فلذلك هنا عندك الايفنت اول شيء، فاقول له بوست ايفنت، وبعدين هنا بوست ستيت يقبلها بهاي الطريقة. بعدين
هنا طبعا لازم انفذ الكونستراكتر، فراح اقول له هنا بوست، فهاي نحتاج نعملها بهاي الطريقة. هنا ياخذ من السوبر، السوبر لازم يكون بينه انيشيال، فاحنا اوريدي عندنا، انا قلت لك لازم تعمل انيشيال لان نحتاجه هنا. فاذا الانيشيال ستيت راح اخليه هنا، نعمل انيشيال انيت ستيت، طبعا هنا ما نحتاج بوست، فقط نل، لين ما نحتاج اي شيء، مجرد انيشيال ستيت ما بي اي شيء. نفتح هذا، كل شغلنا راح يكون داخل هذا. لكن اول شيء احنا عندنا الريبوزيتوري هنا، فهذا الريبوزيتوري نحتاجه مع البلوك صح؟ احنا عملنا، لازم نعمل له حقن داخل البلوك. فبالبدايه راح تقول له هنا اللي سميناها بوست ريبو، سميها ريبو مثلا ايكوال، او ما يحتاج هو فقط بوست ريبو بالضبط. فهاي الريبوزيتوري واخليها هنا، هنا this dot repo. فحاليا بالكونستراكتر من initial عندي الريبوزيتوري، عملت له حقن انجكت، فلذلك حاليا اقدر استخدمه، ما بعد احتاج هذه انا هنا، اقدر استخدمه حاليا الريبو اللي راح ترجع لي كل البيانات على شكل جيسون، فراح اقدر استخدمه داخل البلوك. حاليا عندي الاحداث داخل البلوك، فاول حدث عندي اقول له اون، الحدث هو شنو الاول؟ الايفنت اللي هو فيتش بوست ايفنت، فاقول له اون يعني من يحدث هذا الحدث اللي هو فيتش بوست ايفنت، فهذا راح نرجعنا داخله فانكشن راح يكون بيها الايفنت وال امت بهاي الطريقه، وهي عباره عن فانكشن هذه الطريقه. فشوف اون ان لاين فانكشن بها ايفنت وامت بهاي الطريقه. فحاليا اقول له اف يعني اون فيتش بوست، من يحدث هذا الحدث، عقليا متى يحدث هذا الحدث راح اشوفه بعدين من نبدي باليو اي هسه، راح نخلي هذا الحدث انه بالبدايه يحدث مباشره. فمن يحدث هذا الحدث ايش اريد اعمل انا؟ الامر جدا بسيط، اول شيء اريد ارجع ستيت معين اللي هي اللودنج ستيت. فاول شيء عندي اول يعني اول ما نبدي راح يكون لودنج، فاذا اقول له امت لود امت يعني اعمل له بث لللودنج ستيت امت، هذه اللي عندنا هي الستيت، فعملنا بث وطبعا ما دخل شيء مجرد لودنج، فخلي بيها نل. بعد ما يعمل لودينج ايش لازم نعمل؟ لازم نجيب البيانات من قاعده البيانات من الاي بي اي اللي هو اوريدي احنا خلينا الريبوزيتوري هون. فايضا الامر جدا سهل، راح نقول له هنا طبعا هاي تحتاج تكون سينك، ونقول له هنا فار بوستس ايكوال اويت، جيبه من الريبوزيتوري فريبو دوت فيتش بوست، وهنا المفروض اخلي رقم الصفحه، لكن رقم الصفحة متغيرة، فممكن أخليها هنا أقول له integer page، في البداية راح تكون واحد أو الصفحة يعني، فإذا نخليها هنا، فإذا هنا page تمام. إيش قلنا؟ repo fetch post اللي هي من الريبوزيتوري اللي جبناها fetch post، وخلينا بيها رقم الصفحة اللي إيش راح ترجع لنا؟ راح ترجع لنا كلها البوستات. فإذا حاليا رجعت البوست كلها، أول شيء loading راح يعمل loading، بعدين رجعنا البوست كلها، بعدين بعمل لنا بث للستيت الثاني اللي هو اللود سكسسفولي، اذا ممكن نقول له اف فانكشن اذا كان سكسسفولي اعمله، او مباشره فقط للسهوله اللي هي سميناها بوست سكسس ستيت تمام. شوف السكسس ستيت لهذا احنا وضعنا بيها البوست، ليش؟ لان راح ترجع لنا بوستات معينه، فلذلك وضعناها هنا. فنجي هنا البوست اللي هي هاي البوست اللي رجعت حاليا من الاي بي اي اللي هي رجعت من الفيتش بوست، فنخليها نفسها وانتهى الامر. خلصت حاليا لسه هذه راح تعمل لك فيتش للبوست كله برقم الصفحه، لكن حاليا رقم الصفحه راح يعمل لك بث للصفحه الاولى فقط. اللود مور حاليا هسه فقط هذه اون فيتش هنا كملت هاي. نجي بعدين اون لود مور ايضا، فنقول له اون اذا عندنا حدث ثاني اللي هو اسمه لود مور ايفنت صح؟ اللي هو عملناه هنا لود مور ايفنت. فهذا الحدث من يصير ايش راح يكون؟ فنقول له من يصير هذا الحدث ايضا رجع لنا فانكشن اللي هي بها event، ايضا هنا نعمل السينك. طبعا هنا تتذكر احنا بالدرس السابق ايش عملنا؟ لازم نعمل list view بعدين باليو اي، ونعمل كنترولر حتى نربطه باللست فيو. فاذا هنا نعمل كنترولر هنا احنا، فراح اقول له هنا سكرول كنترولر بعدين نربطه، فاسمينه سكرول كنترولر ايكوال سكرول كنترولر. لكن هنا بالبداية باللود مور راح أقول له أيضا نفس الشيء if scroll controller dot position dot pixels يساوي يساوي إيش قلنا؟ أيضا scroll controller dot position
دوت ماكس سكرول اكستنت، يعني القصد انه وصلت اخير شيء هنا، اخير شيء بالسكرول وصلنا اخير شيء، من نصل اخير شيء غير اللود، تمام؟ فاذا اذا وصلت بالاخير ايش راح نعمل؟ اول شيء ايضا ممكن نعمل مثل ما عملنا بالدرس السابق is loading more، نخليها false بالبداية، فمجرد boolean حتى نعرف انه loading more or not. فهنا راح نعمل is loading more، راح تخليها true. بعدين ايش نحتاج؟ نحتاج اذا كانت وصلت الاخير البيج زايدة واحد، فنقول له البيج زائد زائد بكل بساطة زايدة واحد. وبعدين ايضا نرجع نستدعي هذه نفسها نستدعيها الريبوزيتوري، البيج راح تكون زائد زائد، فاذا انتهى الامر خلصنا. ايضا حاليا مثل ما عملنا هنا سكسيس ستيت، لازم نعمل له السكسيس ستيت، لكن هنا فقط نخلي البوست، اذا نخلي البوست فقط راح يخلينا فقط الصفحة الثانية، لا احنا ما نريد هكذا، احنا نريد من يعمل لودينج يبقى القديم ونخلي جديد فوقه، نضيف الجديد معانا. فاذا ممكن نعملها، فراح نقول له هنا ضيفه اللي هي الستيت اللي عندنا اللي راح يكون بيها البوست مخزون من البدايه اصلا، واضيف لها البوست اللي عندنا. فهنا بهاي الحاله بهاي الطريقه فقط راح يخلي البوست القديم يبقى موجود ويضيف عنه البوست الجديد اللي هو هذا البوست، هذا البوست اللي راح يكون محفوظ بالستيت لانها بالستيت اوريدي خلينا بوست موجود، فاذا راح يكون محفوظ بيها اللي هو نفسه هذا القيمه راح تبقى محفوظه بينه من الفيتش ايفنت، ففقط راح يجي يضيف عليها. فبهاي البساطه هذا الحدث امتى يتفعل؟ طبعا بعدين راح نفعل الاحداث، لكن حاليا عندنا حدثين، هذول الحدثين حاليا ما مفعلين، يعني ما بيهم اي شيء، فقط مجرد احداث فارغه، فلازم هذول الحدث يصير حتى يتفعل، لكن حاليا شغله الباجينيشن وشغله البلوك كلها كملت 100%، ما ظل عندنا اي مشكله حاليا. فقط بعدين راح نجي نربط باليو اي، فنجي على اليو اي حاليا. اليو اي ايش راح يكون بينه؟ فقط هنا عندنا ماي اب، ممكن نسميها ماي اب، ممكن ايش ما تريد تسميها ما راح تفرق. فنجي نعمل اول شيء اعمل لي واحد ثاني اسمينه مثلا اليو اي، او ايش تريد تسمينه مثلا اسمينه بوست مثلا يو اي، حتى نخلي بينه كل شيء. لكن بالمين بالبدايه احنا لازم نعمل انجكت، فنعمل انجكت للريبوزيتوري ونعمل انجكت للبلوك. فحتى نعمل انجكت للريبوزيتوري نستخدم ريبوزيتوري بروفايدر، وحتى نعمل انجكت للبلوك نستخدم بلوك بروفايدر. بروفايدر الريبوزيتوري بروفايدر اللي هو ايش نو سميناه نو بوست ريبو نوعيته، هذا ايش يكون بينه؟ طبعا بينه كرييت، نعمل انجكشن فنعمل كرييت هنا، الكرييت راح يكون بيها كونتكست او ممكن تتجاهلها فقط تعملها بهاي الطريقه، يعني انه نتجاهل ايش بيها، ايش اسمه؟ اسمه بوست ريبو. فعملنا الريبوزيتوري هنا داخل الريبوزيتوري لازم يكون بالبدايه، يعني هنستخدمه كله نعمل له حقا، بعدين بالبلوك التشايلد مالته راح يكون نستخدم بلوك بروفايدر، بلوك بروفايدر اللي سميناه نو بوست بلوك بهاي الطريقه، ايضا نفس الفكره بينو كريت، نعمل كريت البوست بلوك بكل بساطه. بعدها لكن شوفوا هنا البوست بلوك ايش بينه؟ اذا رجعنا على البلوك هنا البوست بلوك بالبدايه ما خليناها، البوست بلوك بينه ريبوزيتوري، فهي المفروض نحقن الريبوزيتوري بينه مثل ما عملنا هنا. فاذا هنا راح اقول له الريبوزيتوري، فراح اجيبه هنا اقراه هنا، فقط اخذه كانجكشن. فكيف نستخدم هذه؟ طبعا شرحنا سابقا، اذا تريد تتوسع اكثر بالبلوك شرحنا كيف نستخدمه. فانا اقول له الكونتكست دوت ريد حتى نصله ريد اشنو اللي هي الريبوزيتوري، فسميناها بوست ريبو بهاي الطريقة بوست ريبوزيتوري. فإذا خلينا البوست ريبوزيتوري هنا، من عملناها بهاي الطريقة معناته انه ما نعمل كائن جديد، لا مجرد حقناها ونفس الانستنس راح نستخدمه دائما بيها، فهذه افضل بهاي الطريقة بكثير. بعدين التشايلد راح يكون اللي هو اليو اي اللي عملناه، نسميه مثلا بوست يو اي اللي بعد ما عملناه، عفوا راح نعمله يعني، فهو البوست يو اي. فحاليا نشوف البوست يو اي اللي راح نعمله بعد بشويه ايش اكو فوقاته، فوقاته اكو ريبوزيتوري وفوقاته اكو البلوك بروفايدر البلوك، فعملنا حقن لهم. فلذلك احنا حاليا كل ما نحتاجه
ما يحتاج دائما نعمل كائن جديد وندمر الذاكرة، وإنما فقط عملنا حقن هو نفس الانستنس راح يستخدمه، لأن هو بالأعلى فوق، يعني مثل ما وجد inheritance. inheritance وجد. فهنا البوست يو اي، نجي على البوست يو اي اللي نعمله، يعني هذا البوست يو اي، فيو اي عادي import material app. فبالبداية راح نعمل الشاشة اللي هي scaffold طبعا. بالبديل راح نخلي بلوك بلدر. فاحنا كيف نصل للبلوك؟ احنا عندنا بلوك حاليا، كيف نصل له؟ هو عن طريق بلوك بلدر. البلوك بلدر راح يشوف البلوك، يشوف الستيت الايفنت والستيت ايش عندنا، على اساسه يعمل ريبيلت للوجد حتى ما نستدعي سيت ستيت. فاذا نوعيه البلوك اللي هو بوست بلوك، يحتاج البلوك ويحتاج الستيت ايضا. فايضا هنا البوست داخل البلوك بلدر، نعمل البلدر، البلدر اللي بينه طبعا الستيت اللي راح ترجع يعني. فهنا حاليا نجي نعمل اف فانكشن، نقول له اذا كانت الستيت اف ستيت از وات از مثلا بوست لودنج ستيت، اذا كانت لودنج ستيت اللي هي هذه اللي قلنا لودنج نعمل. فاذا هنا شوف بالبلوك ايش عملنا، اول ما يبدي هذا اعمل له لودنج، خلي لودنج ستيت، عملنا له بث لودنج ستيت اول ما يبدي البوست ينزل، البوستات تنزل، او اول ما نعمل لود مور نعمل له مثلا. فهنا بوست لودنج ستيت. فهنا باليو اي حاليا نقول له اذا كانت لودنج ستيت ايش راح نعمل؟ الامر جدا بسيط، فقط رجع لي سنتر داخل السنتر تشايلد، وخلي السيركولر بروجريس انديكيتر، رجعنا الانديكيتر اللي هو هذا اللي يدور. فبس بعدين ارجع اقول له else if state is post success هسه state، اذا كان success يعني نجح ايش راح نعمل هنا؟ اولا اول شيء راح نخلي البوستس نعمله يساوي شنو؟ الستيت دوت بوست، يعني نجيب البوست اللي عندنا اللي هنا. شوف هنا بالبلوك احنا اوريدي بالستيت عملنا بوست، وبالبلوك بعدين شوف بالفيتش هوني رجعنا بينه البيانات كلها، البوست اللي هو هذا، وهنا ايضا رجعنا البيانات وضفنا عليها بعد. فلذلك هنا لازم باليو اي راح اقول له الستيت وهذا الستيت، البوست اللي هو هذا. فانا ايش راح ارجع؟ انا راح ابني ليست فيو، فاقول له ليست فيو دوت بلدر، ايضا نفس الفكره اللي عملناها سابقا. نجي هنا اول شيء عندنا الايتم كاونت اللي هو راح يساوي الستيت او البوست اللي عندنا دوت لينك، بعدين عندنا الايتم بلدر، الايتم بلدر ايضا بينه كونتكست، وراح يكون بينه الاندكس. نفس الفكره اللي شاف في الدرس السابق، نفس الفكره بالضبط. راح اقول له ايضا اذا كان الاندكس اكبر او يساوي البوستس دوت لينك، اذا كان اللينك الاندكس اللي هو هاي حاليا هذا الاندكس مالتي انا، اذا كان اكبر من البوست دوت لينك، اذا كان اكبر من طول البوست عدد البوستات، فمعناته انه نريد نعمل بعد لود بعد اضافي، فلذلك لازم يظهر لنا الانديكيتر اللي هو هذا. فلذلك نعملها بهاي الطريقه مثل ما عملناها سابقا. فانا اقول اذا كان اكبر فقط رجع لي سنتر، else اذا كان ما اكبر عادي رجع لنا كل شيء. فممكن نقول هنا البوست، نعمل بوست واحد يساوي البوست نفسه، لكن نخلي الاندكس بينه حتى يعرض ان هي واحد واحد. فهنا نقول له مثلا var post equal post index، ليش؟ يعني احنا عندنا البوستات شوف بها عدد كبير، 0 1 2 الاندكس 0، اندكس 1 اندكس 2 الى اخره، فلذلك بيها كثير. فانا اقول له كل واحد حسب الاندكس، كانه يعمل لوب داخلي واوريدي عندنا الاندكس احنا. فايضا راح نفس الفكره اللي عملناها سابقا، راح ارجع بعدين ال list style فيها list style. بالليست ستايل ايش اخلي؟ مثلا اخلي الليدنج، الليدنج عمل السيركولر افاتار، راح اخلي هنا شوف بهاي الطريقة اندكس. فممكن اعملها هنا الاندكس، فالاندكس راح يكون 1 2 3 4 الى اخره، او ممكن يبدي من الصفر الاندكس اللي هو من العناصر. فمجرد اخليها هنا، ايضا اخلي مثلا تكست يعني عفوا تايتل، التايتل اخلي بينه مجرد تكست، التكست راح اشوف مثلا هنا من الاي بي اي، شوف ايش عندي داخل الاي بي اي داخل كل وحده، عندي ديت، عندي الى اخره، مثلا اخلي الاي دي على سبيل المثال، طبعا انت ايش ما تريد تخلي خلي.
مثلا اخلي الاي دي، كيف اخلي الاي دي؟ انا عندي البوست هنا، راح اقول له بوست اللي راح يجيب لي البيانات، بعدين هنا اي دي. ممكن ايضا اجيب السب تايتل فاجيب الديت، او مثلا اجيب التايتل نفسه. انا اشوف التايتل وبينه هنا ريندرد، فلازم اكتب تايتل وبعدين ريندر اذا اريد نفسه. فحاليا كمل، طبعا هنا مثل ما تشوف اكو خطا، ليش؟ لان يعني قال لك ما راح يتبع شيء، ممكن يقول له if state loading اعمل كذا، else if state loading loaded اعمل كذا. فبالاخير لازم نقول له ايضا else دائما، حتى لازم يعمل شيء حتى لا يصير فراغ. فاقول له مثلا container فار، مجرد حتى اللي يطبع شيء، يعني حتى الخطأ يروح. عندنا أي مشكلة حاليا؟ حاليا فقط كملنا، لكن حاليا ما عملنا اللود مور، اللود مور الخاصة باليو اي، قصدي اللود مور كملتية بالبلوك، لكن باليو اي اللود مور لازم نعمل ايضا. فاذا ايش راح نعمل؟ احنا اوريدي بالبلوك عندنا سكرول، تمام؟ عفوا، شغلة اللي ايضا الايفنت حاليا وين راح يشتغل؟ يعني ما عندنا احنا انيشال ستيت، الايفنت هذا اللي هو فيتش بوست وين راح يشتغل؟ هذا لازم هنا اصلا من المين، احنا ما عملناها هذه مباشره اللي هي البلوك، مباشره ممكن نقول له هنا، نقول له كانوا نعمل كائن منه، نعمل اثنين كانوا الاوبجكت ماله، نقول له اد اللي هو اد ايفنت، شوف ايفنت. فالايفنت اشنو؟ راح نقول له الايفنت اللي هو فيتش بوست ايفنت، تمام؟ فهذا الايفنت راح يستدعى مباشره بالبدايه، اللي هو هذا الايفنت فيتش بوست ايفنت، اللي هو ايش راح يصير اذا استدعى؟ اذا استدعينا الاون فيتش بوست ايفنت، راسا يطلع الانديكيتر، وبعدين نزل البوست كله، وبعدين سكسيس. اذا سكسيس ايش راح نعمل؟ راح نجي على اليو اي، اليو اي قلنا له اذا كان هذا سكسيس فاذا عمل لي ليست فيو ورجع لي البيانات كلها داخله. فاتمنى الربط بالبلوك. فالمهم حاليا اللود مور وين؟ كيف نجيبه؟ اول شيء الليست فيو احنا اوريدي عندنا بالبلوك، عندنا كنترولر صح؟ فالكنترولر لازم نربطه باليو اي اكيد. فهنا الكنترولر، كيف اقرا شيء من البلوك؟ اذا اريد اقرا شيء من البلوك اجيبه، لازم استخدم هاي الطريقه context dot read or watch. طبعا هاي بعدين شرحناها سابقا، فممكن ترجع على الشروح السابقه، لكن حاليا فقط read، احنا ما نريد نعمل reload، فلذلك نعمل read فقط وليس watch. فاللي هي اسمها post block، راح اجيب منها فقط instance dot scroll controller. شوف السكرول كنترولر اللي داخل البلوك جبتوها بهاي الطريقة فقط. ليش؟ هنا لأن يعني أنا أوريدي عندي البلوك اللي عملت له حقن للبلوك داخل اليو أي، فلذلك لما أغيده ما أرجع مرة اللي أعمل كائن منه إلى آخره، ما يحتاج. فقط تقدر تصله أوريدي محقون، هو تقدر تصله بهاي الطريقة فقط، context dot read البلوك اللي تريده، بعدين تجيب إيش ما تريد منه. فإذا حاليا ربطوها الكنترولر صح؟ بعدين الايفنت اللود مور ما عملنا له حاليا، احنا هذا اللود مور ما عملنا له، اللي هو من يصير ايش راح يصير؟ قلنا اون لود مور، راح نتاكد انه وصلت النهايه، اذا وصلت النهايه نعمل هذا ترو، بعدين نزيد الصفحه، وبعدين نعمل لود مور هنا، وبعدين نعمل ايمت للستيت اللي يضيف لي البيانات. فهذا وين نستدعينه؟ سابقا استدعيناه بالانيشال ستيت، حاليا راح نستدعينه هنا فقط بال الكونستراكتر مال البلوك اللي هو هذا، عفوا هنا البلوك مالي بينو كونستراكتر. فممكن نستدعينه هنا مباشرة، فراح نقول له سكرول كنترولر دوت اد لسنر. اللسنر ايش راح يكون؟ هو فقط مجرد الايفنت، اقول له فقط اد، يعني راح يأد ايفنت اللي هو لود مور ايفنت. فواضحة الفكرة؟ السكرول كنترولر ضفت له اد لسنر، السكرول كنترولر انا ربطت له باليو اي هنا، فاذا اوريدي عندي مربوط باليو اي. فحاليا راح ايمت يستدعى هذا بالبدايه، راح يستدعى راح يعمل له لسن عليها، فاللسن ما راح يشتغل مباشره الا لما لود مور هنا استدعيتونه. فاللود مور ايش راح يكون؟ الا لما تصل النهايه يلا يستدعيها. ظلنا خطوه اخيره لنستخدم هذه اللود مور، راح تكون ترو، وبالبدايه هي اوريدي قلنا فولس. فنستفاد منها هنا حتى نعمل العدد، تذكر من عبد السابق. فهنا ايضا نقول له context dot read بعدين dot is loading more. فهنا إذا كانت true is loading more، ال length قلنا نخلينه زائدا واحد حتى بعدين نقدر نعمل ال indicator ينعرض، وإلا نفسه ال post dot length ما راح يتغير.
فاذا استدعينا الاسلودنج مور، الاسلودنج مور ايمتى يكون ترو؟ هو فولس، لكن ايمتى يكون ترو؟ في حال اللودنج مور هوني بهاي الطريقه راح يكون ترو مباشره، من وصلت للحد الاخير صار ترو، فاذا راح يزيده واحد، فاذا عندنا امكانيه اكو بعد واحد. حاليا ام الرن راح تشوف اكو مشكله because you used build context that doesn't include the provider. عفوا هنا يقول انا ما قد اقدر اشوف البروفايدر اللي هو فوق، البروفايدر المفروض يكون فوق الكل، فيقول لك ما قد اقدر اشوفه، فلذلك هنا لان ما خلينا كونتكست فالافضل هنا تخلي كونتكست فحتى يعرف باي كونتكست هو. كونتكست طبعا شغله ايضا جدا مهمه ممكن نشرحها في يوم اذا صار لنا مجال. فالمفروض حاليا تشتغل، خلينا نجرب فقط بالمين، خليته شوف هنا حاليا اول شيء اشتغل. is not a subtype of string، راح نشوف وين عندنا خطأ ثاني اللي هو هنا، عفوا هذه يقول لك integer is not substring، هذا integer فاقول له dot to string فقط لان هذا integer والtext تقبل string فقط، فلذلك ما قبله. حاليا شوف يعمل load fetch بعدين عرض لنا البيانات كلها، بعدين حاليا لما نعمل سكرول هنا راح تشوف عرض لنا المزيد بعد، راح يجي يبقى يعرض لك لما تخلص كلت. فأتمنى الفكرة واضحة، يعني ممكن نعمل ريكاب بسرعة على الفكرة بشكل مختصر. أول شيء احنا عندنا أول شيء بدينا بالريبوزيتوري، جبنا البيانات كلها على شكل جيسون وهذه واضحة ومعروفة، بعدين بدينا بالبلوك، البلوك بينه ايفنت، عندنا اثنين ايفنت فقط فيتش ولود مور، وعندنا ستيت كل ايفنت يرجع ستيت. فالستيت عملنا اول شيء بيها بوستات، انيشال ستيت مطلوبه، لودنج ستيت اللي هي هيعمل لودنج او بدايه نريد، وبعدين سكسيس هو رجع لنا البوستات كلها بيها. نجي نتعامل معها مجرد كلاسات ما راح تعمل اي شيء. نجي هنا بالبلوك، بالبلوك اول شيء قلنا البيج واحد عندنا، عملنا سكرول، عملنا لودنج، هاي ريبوزيتوري، خلينا الريبوزيتوري بيها حتى نعمل لها حقن، انجكت ريبوزيتوري داخل البلوك اللي راح نتعامل معاه احنا، ناخذ البيانات من الريبوزيتوري نتعامل بيها بالبلوك، بعدين نبث الستيت، هذه شغل البلوك. فالبلوك ايش عملت هنا؟ قالت لك اذا عندنا حدثين، الحدث الاول والحدث الثاني، اذا حدث الحدث الاول هو الفيتش بوست ايفنت اللي هو ايمت يحدث، اللي احنا عملناه باليو اي يحدث بالبدايه، راسا ضفنا له هذا الحدث. فالحدث هذا من يحدث هنا ايش راح تعمل؟ راح تعمل ايمت للبوست لودينج، فراح يعمل لودينج المفروض، هو ما يعمل لودينج، هو مجرد عمل ايمت للبوست لودينج، لكن انا باليو اي هنا ذكرت له، قلت له اذا كان الستيت معمول له اللي معمول له امت هو لودينج، خلي لي سكرو هذا اللي يدور السيركلر بروجرس انديكيتر صح. وبعدين جيب البيانات من الريبوزيتوري من قاعده البيانات، وبعدين بث لي السكسيس ستيت اللي يبين البوستات كلها راح ترجع. فالسكسيس ستيت انا قلت له هنا رجعت، اذا كان اللي عندي هو سكسيس ستيت فجيب لي البوست كله وخلي لي هو داخل سر خليني وداخل ليش اسمه الليست فيو بلدر. وبعدين ايضا عندنا حدث ثاني اللي هو اللود مور، فاللود مور وين استدعيناه؟ استدعيناه بالبدايه هنا، خلينا اللود مور استدعيناه داخل الليسنر، داخل السكرول ليسنر، اوريدي عندنا سكرول، اوريدي عندنا ليسنر، السكرول اللي هي هنا استدعيناها بالليست فيو، فهي يعمل ليسن للليست فيو، انت من تعمل عليها بهاي الطريقه سكرول راح يعمل ليسن عليها، من يصل الاخير احنا قلنا له هنا من تصل الاخير مالته اعمل اي ترو، زيد الصفحات رجع لي البيانات كلتها، بعد ما زيدت الصفحه رجع لي البيانات من الصفحه الثانيه وليس الاولى، بعدين ضيف لي كل شيء هنا، ضيف لي القديمي الخلي القديمي نفسه لا تغيره، وضيف لي عليها الجديد اللي هي من الصفحه الثانيه، فضافه هنا. وين جينا على اليو اي هنا باليو اي ايضا هي راح تنضاف اوتوماتيكيا، لان باليو احنا ما نحتاج نعمل اي شيء، فقط احنا فقط عملنا لسنر هو اوتوماتيكيا راح يضيفها كلتها على القائمه، لان احنا بالقائمه ايش استدعينا؟ استدعينا البوست هنا، فالبوست هو موجود سواء انت الستيت سواء انت هنا بهذا او كنت بهذا، فنفسه ما راح يفرق اي شيء. فهذه هي الفكره. طبعا هنا بالمين احنا اول شيء جبنا الريبوزيتوري عملنا له حقن، هي فقط ممكن ديبندنسي انجكشن عمل له حقن، حقلنا الريبوزيتوري، بعدين حقلنا البلوك بروفايدر، البلوك بيها حقلنا البلوك ايضا حقلناهم وين؟ باليو اي، فحاليا صاروا حقن داخل اليو اي فنقدر نستخدمه مباشره بدون ما نعمل بيانات ثانيه. كيف نصلهم باليو اي؟ عن طريق هاي الطريقه كونتكست دوت ريد وتصل اللي تريده. بالنسبه للريبوزيتوري احنا ما استخدمناها، ليش عملنا لها حقن هنا؟ ببساطه احنا استخدمناها هنا عملنا لها حقن مباشره داخل البلوك، يعني احنا داخل البلوك
قلنا راح نستخدم الريبوزيتوري داخل الكونستراكتور مالته. فأتمنى الفكرة واضحة، أعرف طولنا، لكن صدقني الموضوع جدا جدا مهم. إذا فهمته راح يكون فهمت وصلت مرحلة جدا متقدمة بالبلوك وبعمل المشاريع بفلتر. أتمنى يكون هذا واضح، والسلام عليكم.